إن وجدت قاتل أبيك مع طفل أو امرأة لا تقتله، لكن ميليشيا الحوثي فعلت ذلك، قتلت الأب وجندت الطفل وخطفت المرأة. هذه قصة اليمن المنكوب بالميليشيا. ففي تعز اختطفت الميليشيا أختين ثم قتلت شقيقهن وفجرت منزلهم. أهلا بكم. تصاعد وتيرة العنف والانتهاكات ضد النساء تحولت إلى حملة ممنهجة لاختطاف النساء، سواء كن معارضات أو قريبات لمطلوبين لدى الميليشيا، بعد أن تحولت صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين إلى مناطق موبوءة بالعنف وفخاخة بالجريمة لتكتمل دائرة العنف باختطاف النساء. تغب عشرات النساء المختطفات في سجون الميليشيا على خلفية الاحتجاجات أو اتهامات أخرى متعددة. أصبحت ظاهرة اختطاف وإخفاء النساء حدثاً حوثياً بامتياز. منظمة مكافحة الإتجار بالبشر كانت قد قالت إنها حصلت على معلومات بأن عدداً من النساء المخفيات محتجزات في البحث الجنائي بأمانة العاصمة. لكن ما يظهر من هذه الجرائم ليس ما يحدث، فبعض القصص تجاوز الحوثيون فيها لكل الأعراف الاجتماعية والقانونية، وارتكبوا ما بدا لهم من انتهاكات دون مراعاة أي قيم. فإلى متى يستمر العنف ضد النساء في اليمن من قبل الميليشيا؟ ولماذا يغيب موقف المنظمات الدولية إزاء هذه الانتهاكات؟ وما هو موقف الحكومة والمجتمع من هذه الجرائم؟ كيف تختطف مرأة من وسط الشارع؟ تخرج من منزلها لكنها لا تعود. هذا هو حال بعض الفتيات في منطقة سيطرة ميليشيات الحوثي، بعد أن أصبح اختطاف الفتيات ظاهرة مؤرقة للجميع، سواء بالعنف والمداهمات أو بالاستدراج أو من على الباصات. يتم ارتكاب الجريمة واختطاف الفتاة لتبدأ معها رحلة الأسرة المضنية في البحث عنها، وعادة ما يصاحب اختطاف الفتيات الكتمان الشديد، إذ لا تستطيع بعض الأسر الكشف عن اختطاف الفتيات. إيمان البشيري واحدة من الفتيات المغيبات لأكثر من شهر قبل أن تفصح أسرتها أنها محتجزة في إدارة المباحث في مذبح بصنعاء. تقول المعلومة إن أسرة البشيري تتعرض للابتزاز، إذ تطالبها ميليشيات الحوثي بدفع 1,000,000 ريال يمني مقابل الإفراج عنها. وفي مديرية مقبنة بتعز قامت ميليشيات الحوثي باختطاف فتاتين بعد قتل شقيقهن بتهمة التخابر مع دول خارجية وتفجير المنزل. أوفى النعامي إحدى النساء التي اختطفتها ميليشيات الحوثي، لكن اختطاف أوفى التي تشغل منصب مديرة شؤون اليمن في منظمة سيفر وورد البريطانية أعقبه حملة استنكار وتنديد واسعين محلياً ودولياً انتهى بالإفراج عنها. مثل أوفى الكثير من الفتيات اللائي لم يجدن من ينتصر لهن أو يطالب بالإفراج عنهن. جرائم اختطاف النساء في صنعاء ومناطق سيطرة الميليشيا التي ازدادت فيها حالات اختطاف الفتيات باتت ظاهرة تستفز مشاعر اليمنيين. الاتهامات تقول إن هناك عصابات منظمة من قبل نافذين في الأجهزة الأمنية الحوثية، منها ما تحدثت عنه منظمة مكافحة الإتجار بالبشر. قصص تروى هنا وهناك عن جرائم اختطاف النساء لتكشف عن ظلمة حوثية تمتد لتتجاوز انتهاكات الميليشيا ضد اليمنيين. يمتلك الحوثيون قدرة هائلة على ارتكاب الجرائم وتحويل شوارع العاصمة إلى غابة منفلتة بلا نظام، وتحويل الدولة وأجهزتها الأمنية إلى وكر للجريمة وممارسة الإرهاب. إذا مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم، وأرحب أيضا بضيفتي التي ستكون معنا عبر سكايب، الأستاذة ليزا البدوي، أمين عام مركز حقي لدعم الحقوق والحريات من جنيف، وسينضم معها آخرون خلال هذه الحلقة. مساء الخير أستاذة ليزا. أهلا وسهلا بك ومتابعينك الأكارم. أهلا بك أستاذة ليزا. إذا بداية، كيف تتابعين تصاعد ظاهرة اختطاف الحوثيين للنساء؟ فتاتين في تعز وإيمان البشيري في صنعاء وأوفى النعامي وغيرهن كثير ربما لم تصل إليهم الكاميرا أو الإعلام، كيف تتابعين كل ذلك؟
ابتدأنا نحن في مركز حقل دعم الحقوق والحريات بمتابعة قضايا النساء المختطفات خاصة في صنعاء منذ شهرين تقريبا. كان ذلك عن طريق بلاغات وصلتنا إلى المركز هنا في جنيف. اكتشفنا مع الوقت أن اختطافات النساء في صنعاء لم تكن وليد الساعة، يعني نحن منذ بضعة أشهر ابتدأت الشائعات تخرج عن نساء يتم اختطافهن، نساء في سجون جماعة الحوثي في صنعاء. لكن حقيقة الأمر نحن استطعنا أن نرصد أول عملية اختطاف لامرأة كانت في سبتمبر عام 2017، يعني نحن أمام سنة ونصف يتم فيها اختطاف النساء. أكثر من 200 امرأة تقريبا تم اعتقالهم. في بادئ الأمر كان يظهر كثير من الناس أن اختطاف النساء يتم استهداف النساء الناشطات أو المعارضات، خاصة النساء التي خرجن بعد اغتيال الرئيس السابق علي عبد الله صالح من أنصاره. لكن حقيقة اتضح فيما بعد نتيجة التتبع والرصد، عملية الرصد التي قمنا بها، أن اختطاف النساء لا يشمل فقط النساء الناشطات والتي خرجن ضد جماعة الحوثي، بل أيضا يتم اختطاف عدد من النساء التي لا علاقة لهن بالعمل أو بأي نشاط سياسي أو حقوقي، بتهم تلفق لهن مثل لا سمح الله يعني تهم الدعارة أو خروج بدون محرم أو الاختلاء بأحد ما. تم استدراك عديد من النساء عن طريق وسائل خداع، عن طريق استخدام عن طريق الزينبيات، وهي الميليشيا النسائية التي استحدثتها جماعة الحوثي. هؤلاء الزينبيات قاموا باستدراك عدد كبير من النساء والتغرير بهن، استدراكهن مثلا لبعض منزل من المنازل، مثلا إقامة حفلة أو جلسة، ثم بعد ذلك يتم اختطاف الفتاة الضحية، أو أن يتم اختطاف سيدات من الحدائق والأماكن العامة. عندما تابعنا أيضا الموضوع بالنسبة لاختطاف السيدات وعلاقة الميليشيا الزينبيات بهذا الأمر، ثبت لنا أن جميع النساء المختطفات هم غير هاشميات، يعني اليمنيات الغير هاشميات، بينما الزينبيات هم من النساء الهاشميات التي يقمن بتوصيل أي معلومات ضد النساء التي تكون ممكن أن تكون كضحية لهؤلاء جماعة الحوثي. فيما بعد ثبت بدأ يتردد اسم سلطان زابل، أو المعروف باسم أبو صقر، وهو مدير عام البحث الجنائي في شارع العدل بصنعاء. أبو صقر استخدم فيلا خاصة به في شارع تعز لاقتياد النساء. كان بادئ الأمر يتم اعتقال النساء في المراكز المعروفة، البحث الجنائي، السجون، أقسام الشرط. ثم بعد أن زمن بدأت السمعة تفوح وتظهر، ابتدأ اقتياد النساء هؤلاء إلى بعض الأماكن الغير معروفة مثل الفيلا الخاصة بهم في الحي السياسي أو في شارع تعز. نعم، إذا أستاذة ليزا، يعني الأمر للأمانة مرعب. تحدثين عن أكثر من 200 امرأة، وربما نحن طرقنا هذا الموضوع قبل ذلك، الكثير من الفتيات اللاتي نقرأ قصصهن على وسائل التواصل الاجتماعي، مرت باص من هنا واختطف فتاة، ذهبت إحدى الفتيات وهي في الباصات ومحاولة اختطافه، كثير كثير من القصص التي تشعر بالفزع حقيقة. يعني نعلم تماما ما الذي تعنيه المرأة في المجتمع اليمني. برأيك يعني ألا تستغربين صمت المجتمع على ما يحدث؟ يعني ربما المرأة بالنسبة للرجل اليمني هي يعني إحدى المقدسات لديه، ومن يحاول المساس بها يعني أنه مس بكرامته لا يستطيع تحمل ذلك. فلما هذا الصمت؟ يعني 200 فتاة تقريبا، 200 أسرة. صحيح، عندما وصلتنا هذه البلاغات وبدأنا بتتبع الموضوع، حاولنا قدر الإمكان أن نوصل هذه البلاغات وهذه الأرقام التقريبية، ولكثير ما يقولوا أنها قد تجاوزت 200 امرأة، إلى الجهات المعنية من المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال. أخص بالذكر أن أكبر المنظمات العاملة في هذا المجال هي الصليب الأحمر الدولي، باعتباره المنظمة أو السلطة المخولة بالعمل في مناطق النزاعات المسلحة وفقا لاتفاقية جنيف، خاصة اتفاقية جنيف الثالثة. بالحقيقة أن الصليب الأحمر الدولي كان يلعب دورا بارزا وهاما بالنسبة لملف المعتقلين والأسرى في عموم الجمهورية اليمنية، بتبادل بالوصول إلى مراكز الاعتقال وبالكشف عن مصائر المعتقلين، بمعرفة الأسماء كشوفات المعتقلين، بالتواصل الجيد ما بين الصليب الأحمر الدولي وبين رابطة أمهات المعتقلين وغيرها من الجهات أو المنظمات المحلية الموجودة في اليمن. لكن
ابتدى الأمر يأخذ إلى منحدر أكثر سوءا عندما تفاجأنا أن الصليب الأحمر قد عانى أيضا إشكاليات في التعامل مع جماعة الحوثي، عندما أقدمت ميليشيا الحوثي على اعتقال 2 من عناصر الصليب الأحمر في تعز. هذا الشيء جعل الصليب الأحمر يكون أكثر حذرا، وقد يكون ممكن نقول تقاعس عن مهمته الإنسانية التي تنوط به في البحث والتحري عن مصير المعتقلين والمخفيين أسرا. حاولنا مرارا أن نحثه على الاهتمام العودة بهمة عالية من جديد لمتابعة هذا الموضوع، باعتبار أن النساء اليمنيات هن الآن الأكبر عرضة لهذه الجرائم، وأن هذه الجرائم للأسف عندما تمس عديد من النساء، مثل ما قلت لسيدتي أن عندما ابتدأت في سبتمبر 2017 للأسف أن أسر هؤلاء الفتيات لم يبلغنا ولم يتحدثنا عن اختفاء بناتهن، خوفا من مسألة العيب والعار. لكن فيما بعد ثبت أن ميليشيا الحوثي هي من قامت باختطاف الفتيات، ولم يقمنا بالهرب مثل ما كان يروج في ذلك الوقت. إذن ابقي معنا أستاذة ليزا. ينضم معنا المحامي عمر الحميري عبر الأقمار الاصطناعية من تعز. مساء الخير أستاذ عمر. مساء الخير، مرحبا سيدة آسيا ومرحبا بجمهور قناة بلقيس الكرام. أهلا بك أستاذ عمر، وبداية دعني أسألك عن آخر المستجدات حول قضية الفتاتين اللتين تم اختطافهما في منطقة الرزازي تقريبا في شارع بتعز. حتى الآن لا تزال الفتاتان في قبضة ميليشيات الحوثي، لا توجد أي نوايا للفرج عنهن. هذه جريمة كبرى هزت المجتمع في مدينة تعز، سواء في الجانب الذي يقطن فيه أو الذي سيطر عليه الحوثيون أو المناطق التي تحت سيطرة الشرعية. هذه الجريمة لا زالت مستمرة باختطاف الفتاتين. القصد من هذه الجريمة هو إرعاب المجتمع وإرهابهم وقمع أي محاولات لمقاومة ميليشيا الحوثي أو رفع السلاح في وجهه، وتمكنوا من ذلك فعلا عبر هذه المحاولات وعبر هذه الجريمة الشنعاء. هذه جريمة كبرى لا تزال مستمرة، لا توجد أصوات من داخل ميليشيات الحوثي، سواء أصوات حقوقية أو ما يمكن وصفهم بقيادات. استنكروا هذه الجريمة، بل جميعهم أيدوها وباركوها باعتبارها تصب في مصلحة الحوثيين، وبالتالي فهذه الجريمة تكشف عن حقيقة منهجية الحوثيين في التعامل مع آدمية اليمنيين وحقوقهم ومع النساء بالتحديد. نعم، إذن أستاذ عمر، يعني الأخ يعني ربما هم اختطفوا الفتاتين للضغط على أخيهن لتسليم نفسه، سلم نفسه طواعية، تم قتله مباشرة، يعني لما قتل ولما لم يفرج على أختيه، رغم أنه كان يعني القبض عليهن وسيلة للإتيان بأخيهن. في الحقيقة ما حدث يظهر النوايا المبيتة لدى الحوثيين ومنهجيتهم في التعامل مع هذه القضايا. القصد لم يكن فقط إحضار شقيق الفتيات، وإنما إرهاب المجتمع ومنعهم من حمل السلاح أو مقاومة الحوثي أو محاولة الخروج عن سيطرتهم. وبالتالي حتى الآن لا تزال فتاتين تحت الاعتقال رغم قتل الحوثيين شقيقهن، وهذا يبين القصد من هذه الجريمة، وهو إرهاب المجتمع. وفي الحقيقة أن هذه الجريمة متكررة، وحدثت في صنعاء وحدثت في أكثر من مكان. الحوثيون يستخدمون النساء والأعراض في التضييق على مناوئيهم وأيضا خنق المعارضين وخنق الناشطين والحقوقيين. هذه الوسيلة أصبحت تظهر على شكل منهجية ظهرت من خلال الممارسات خلال فترة الحرب، قام بها الحوثيون واستمرؤوها وما زالوا مستمرين في هذه الممارسات والسلوكيات الإجرامية. نعم، إذا أستاذ عمر، يعني ما هو التوصيف القانوني لمثل هذه الجرائم والتي تتزايد يوما بعد يوم في ظل صمت مجتمعي واضح؟ فيما يتعلق بقتل شقيق الفتاتين، هذه جريمة إعدام ميداني وجريمة قتل عمد، جريمة بشعة هزت المجتمع يعاقب عليها بالإعدام تعزيرا. أما بالنسبة لجريمة خطف الفتاتين فهذه جريمة اختطاف يعاقب عليها القانون. هناك قانون خاص أفرد لهذه الجرائم، قانون رقم 24 لسنة 98، يسمى قانون
جرائم الاختطاف والتقطع، المادة الأولى من هذه من هذا القانون يعاقب بالإعدام لمن يتزعم عصابة للاختطاف، وبالتالي فإن عبد الملك بدر الدين الحوثي يعتبر زعيم عصابة الحوثيين في جرائم الاختطاف الممنهجة، وبالتالي يجب محاكمته حين القبض عليه بهذه التهمة، تهمة الاختطاف وتزعم عصابة الاختطاف، وأيضا مدير البحث الجنائي في صنعاء، وأيضا القادة الممارسين لهذه الجرائم في المناطق، وأيضا نخص في مدينة تعز الذي قام بارتكاب هذه الجريمة وتولى كبرها المسمى علي القرشي، وهذا الشخص المتحوث الذي أساء لمنطقته وأساء لأبناء جلدته بارتكاب هذه الجريمة بقصد تحقيق مآرب الحوثيين على يد هذا الشخص. هذه جريمة كبرى، جريمة يعاقب عليها بالإعدام قصاصا لمن يتزعم عصابة الاختطاف، وأما من يمارس اختطاف فتيات فهي جريمة أيضا مشددة يعاقب عليها بالحبس مدة تصل 25 عاما، وهي ما توصف بالحبس المؤبد. هذه جرائم تعتبر جسيمة ويعاقب عليها القانون، وبالتالي نتمنى من الحكومة الشرعية أن تفعل الملف القضائي وأن تفعل مؤسسة القضاء بالبدء بالمحاكمات ولو غيابيا حتى يتحقق الغاية من هذه المؤسسة ومن القضاء، وهو الردع والزجر، حتى لا يظن الفاعلون والمجرمون بأنهم سيفلتون بجرائمهم. هذه الجرائم تتزايد لأنه لا يوجد أي نوايا لدى الشرعية بمحاكمة الفاعلين. هناك العديد من أسر الحرب الذين ارتكبوا جرائم حرب لا يتم محاكمتهم، القضاء لا يفعل، وبالتالي هذه الجرائم سوف تستمر في حق المدنيين. نعم، إذا اسمح لنا أستاذ عمر أن أعود للسيدة ليزا. أستاذة ليزا، يعني ما نستغربه هو أين موقف المنظمات الدولية من هذه الجرائم؟ يعني تعلمين حكاية الفتاة السعودية التي هربت إلى كندا والعالم كله ضج، ومواقف دولية كبيرة لمناصرة هذه الفتاة. النساء اليمنيات مغيبات تماما، هل صوتهن لم يصل إلى العالم أم أن العالم يتجاهل ما يحدث في اليمن سواء للنساء أو للأطفال أو للرجال؟ العالم يدرك تماما ما يحدث في اليمن، وحتى إذا كان في بعض من الأوقات مثلا لم تكن الأمور واضحة تماما، مثل مسألة اختطاف واعتقال النساء بشكل غير قانوني وتلفيق التهم والذرائع لهم، ابتدأنا نتحرك كثير من الصحفيين والحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني تعمل على حث المنظمات الدولية المنوط بها للعمل وحركة. مثلا الفرق واللجان المعنية بتقصي الحقائق في اليمن، كثير من التواصلات تمت مع لإمدادهم بهذه المعلومات عن مسائل اعتقال النساء وعن الممارسات اللا إنسانية واللا أخلاقية والبشعة التي تمارس في حق هؤلاء النساء في غياهيب السجون. سنظل نتابع ونحث هؤلاء على المتابعة وعلى حثهم للاستمرار بالتدخل السريع والنافذ من أجل إطلاق سراح هؤلاء النساء. لكن أحث أيضا أنا الأسر والأهالي، أهالي النساء التي يتم اختفاءهن، أن يقومن بالإبلاغ. ما وردني فعلا حقيقة أن كثير من الأهالي يعزفن عن تبليغ عن مسألة اختفاء نسائهم بسبب أنهم يلجأن إلى الوساطات القبلية أو يقومن بدفع مبالغ مالية فدية حتى تخرج هؤلاء النساء. لكن في كثير من الأحيان كان يتم ابتزاز هؤلاء الأهالي دون الوصول إلى حل ودون أن يتم إطلاق سراحهن. بالنسبة للقوائم الكشوفات المعتقلين لتبادل قوائم المعتقلين والتي تم الاتفاق عليها في ديسمبر في ستوكهولم ما بين الطرف الحكومي والطرف الحوثي، تأكدنا وتحققنا من جانب الحكومي ومن جانب الصليب الأحمر أن هذه القوائم لم تضم نساء، إنما هي في الأجمع، في الأغلب ممكن نقول أو الأجمع هي رجال. عندما بحثنا في ذلك لماذا لم يتم إدراج النساء في ضمن هذه القوائم، ثبت لنا أن أهالي النساء الضحايا لم يردن ذلك، لأنه عندما يتم مطالبة الحكومة الشرعية ميليشيا الحوثي أن تطلق سراح هؤلاء النساء، تقوم الميليشيا مباشرة بإنساب جرائم جنائية لهؤلاء النساء وإحالتهن للقضاء، وتدعي أنه لابد من أن تقوم المحكمة المختصة والجهة المختصة بمحاسبتهم ومحاكمتهم بالنسبة للتهم المنسوبة إليه، وهي التي بالغالب ما تكون افتراء. نعم، إذن شكرا جزيلا لك ليزا البدوي، أمين عام مركز حقي لدعم الحقوق والحريات، كنت معنا عبر سكايب من جنيف. وتنضم معنا الآن عبر الهاتف الدكتورة أنجيلا المعمري، رئيس مركز الدراسة الاستراتيجية لدعم المرأة والطفل من القاهرة. مساء الخير أستاذة أنجيلا.
مساء النور أستاذة آسيا، أهلا وسهلا بكم. أهلا بك. إذن بداية الدكتورة، ضعينا في صورة أسباب ظاهرة اختطاف النساء في اليمن وبروزها بشكل كبير على يد الميليشيا. بداية آسيا، أريد أن ننوه أن أسباب ظهور أو بروز مثل هذه الظاهرة افتعلتها الميليشيات أولا لمعرفتها أو لإدراكها ما أهمية أو ماهية الأسباب الاجتماعية والخلفية الاجتماعية، العادات والتقاليد التي تفرض علينا وتجعلنا أحيانا أسيرين لهذه التهم التي قد تكون النساء في أغلب هذه التهم التي تلحق بهن هن أبرياء، ولكن المجتمع دائما ما نقول أنه يبني على الفتيات بعدم الطرح الجيد أو الحقيقي والإيجابي لمثل هذه القضايا. وصول الأهالي إلى درجة عدم التبليغ عن حالات الاختطافات الواردة لفتياتهم أو لبناتهم خوفا من العار والفضيحة جعل في الطرف الآخر الميليشيات تستمر في هذه العمليات في مواقف الابتزاز مقابل أموال وأحيانا ملفات سياسية. الآن ما نراه مثلا في صنعاء أو في تعز، مثلا في قضية ماجد فرحان وخطاف الشقيقتين وبعد ذلك الإفراج عن الشقيقتين مقابل الأخ وإعدامه والتمثيل به، هذه قضية وجريمة كبرى يندد بها المجتمع. كذلك من يومين قتل الشابين في عدن اللي كانوا متهمين أو في قضايا طفل المعلى. القضايا سواء كانت في للفتيات أو حتى للذكور هناك تسيب قضائي وأمني كبير جعل الكل يخاف ويرجع إلى الوراء ويكون حريص في عدم الخوض في الحديث وإبراز هذه القضايا على السطح لعدم وجود الجانب القضائي أو الأمني الذي ممكن يقف بجانبهم ويحرر هذه القضايا. نعم. إذن الدكتورة، معروف أن المجتمع اليمني محافظ كما تفضلتي، والحوثيون يعني يستنزفون هذه النقطة لدى المجتمع. الآن الحوثيون قاموا بإسقاط مثل هذه القيم، برأيك ما تأثير ذلك على النسيج الاجتماعي؟ طبعا لا يخفى أن النسيج الاجتماعي هنا سيتعرض لكارثة حقيقية وإنسانية جدا. هناك عدد كبير من النساء في تحت بند الاختطافات والإخفاء القسري، الأهالي لا يعلنون على ذلك، هذه الجرائم ستتفاقم وستأخذ عدد كبير جدا والكل مدرك خطورة هذا الموضوع، ولكن ما يهمنا في هذا الجانب أن يكون هناك وعي حقيقي مجتمعي لمثل هذه القضايا، أن يكون هناك كذلك دور حقيقي وإيجابي للمنظمات المحلية التي تعمل في هذا الجانب. نحن نقول هناك أحيانا من قبل المنظمات الخارجية حسابات خاصة لبعض الملفات سياسيا وتجييرها، فمثلا في قضية رهف السعودية وكيف قابلها المجتمع الدولي مقابل قضايا اليمنيات المختطفات، قبل ذلك قضية العزيزة أوفا النعم وكيف تم بعد وساطات قبلية وضغط مجتمعي من قبل منظمات محلية ودولية كثيرة، ولكن نلاحظ أن بعد ذلك هناك ابتزاز بأنه مثلا الوجود أو التواجد القسري وعدم المغادرة، عدم الكتابة، عدم التصريح، عدم، فهذه العمليات مستمرة حتى في حالات الإفراج عن هذه النسوة أو الفتيات التي كانوا في السجون أو في المعتقلات. نعم. إذن شكرا جزيلا لك دكتورة أنجيلا المعمري، رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية لدعم المرأة والطفل، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. عودة إليك أستاذ عمر. أستاذ عمر، يعني بنفس الموضوع الذي كانت تتحدث فيه الدكتورة أنجيلا، وهو يعني تمزيق النسيج الاجتماعي بتنامي هذه الظاهرة التي يعني امتدت من صنعاء إلى تعز إلى إب وغيرها من المحافظات، ماذا عن أو ما مخاطر ذلك؟ هذه الجرائم تعتبر كارثية ويترتب عليها الكثير من النتائج المجتمعية، مخاطر الثارات، مخاطر الانتقام سوف تكون حاضرة بشدة عند زوال سيطرة الحوثيين باعتبارهم الطرف المنفذ أو الطرف الذي يحمي المنفذين لهذه الجرائم.
هذه الجرائم تحدث شرخا عميقا داخل المجتمع لأهمية المرأة في المجتمع اليمني ومكانتها والاعتبارات الاجتماعية التي تحظى بها المرأة. وبالتالي عندما تنتهك هذه الأعراض وعندما تستهدف النساء بقصد كسر القبيلة أو كسر السياسيين الذين من أقاربهن أو كسر الحقوقيين أو اختطاف الحقوقيين أنفسهم أو أقاربهم، هذه الجرائم تحدث شرخا في نفوس أهاليهن وفي نفوس أبناء المنطقة وفي نفوس المجتمع بشكل عام. هذه الجرائم سوف يكون لها آثار كارثية حتما لن تنتهي، حتى وإن اضطر الأهالي للتكتيم عن هذه الجرائم والأحداث التي ترتبط بها بغية التجنب الفضيحة أو ما يسمى بالعار، سوف يكون لها آثار كارثية في المستقبل. يجب على الحوثيين أن ينتبهوا إلى أن هذه القضايا سوف تقابل بالانتقام وبالثأر، وبالتالي عليهم التوقف عن ارتكاب هذه الجرائم التي أصبحت ممنهجة وظاهرة للعيان. لا يمكن إخفاء هذه الجرائم أنها أصبحت تحت إرادة القيادة الحوثية العليا، وبالتالي النتيجة سوف تكون ثارات وانتقامات، وبالتالي يتحملها الحوثي عليه وعلى من ينتمي إليه ومن هو محسوب عليه. وبالتالي نتمنى ألا يحدث ذلك، ونتمنى أن تنتهي هذه الظاهرة. الإحصائيات التي يشير إليها الراصدون في مدينة صنعاء تشير إلى حوالي 150 إلى 300 امرأة مختطفة حالياً، معظمهم يقبع في السجن المركزي، هناك حالات في البحث الجنائي، هناك حالات في فيلل كما أشارت الأستاذة ليزا البدوي. نعم المعتقلات كثيرة ومتنوعة، ولكن الظاهر أن السجن المركزي من خلال الزيارات الميدانية لناشطين أن هناك زيادة في عدد الفتيات من الأعمار المستهدفة في الاختطافات التي تستخدم لشبكات التجسس والتي تستخدم بقصد الضغط على الأهالي بطالبات الثانوية وطالبات الجامعة ومن في هذا المستوى العمري. هذه الظاهرة أصبحت ملفتة من خلال الزيارات الميدانية للسجن المركزي، وبالتالي هذه الجريمة ممنهجة ومرتب لها وتنال رضا القيادة الحوثية وربما بإيعاز وتوجيهات عليا، وبالتالي فإنهم مسؤولين عنها أمام المجتمع اليمني وأمام المجتمع الدولي وأمام القانون. نعم أستاذ عمر، يعني برأيك ما أهمية رصد مثل هذه الحالات للجانب القانوني؟ بكل حالات الجرائم الرصد يعتبر أهمية، له أهمية من حيث حفظ حقوق الضحايا وعدم نسيان الجريمة، وأيضا حق مجتمعي للمجتمع ككل وأرشفة لهذه الانتهاكات حتى لا تتكرر. هذه الجرائم عندما ترصد سوف تنال حقها من المساءلة والمحاسبة والعقاب والمحاكمة، وهذا ما نرجوه أن يتم البدء به عاجلا غير آجل. هذه الجرائم اكتملت أركانها، والسلطات الشرعية لديها القنوات المؤسسية والقضائية القادرة على البدء بالمحاكمات ولو غيابيا. يجب أن يشعر المجتمع أن هناك دولة تحمي حقوقه وحرياته وأنها تصون كرامته وكرامة النساء خصوصا كونها الطرف الأضعف في المجتمع. وبالتالي مسؤولية الرصد مسؤولية كبيرة على الناشطين، وإن كان ذلك يشكل خطرا كبيرا على الراصدين في صنعاء الذين يعملون تحت مسميات أخرى ولا يمكنهم الظهور بوصفهم راصدين، وإلا فهم أول من سيتعرض للاختطافات والاعتقالات والتنكيل. وبالتالي هذه الجريمة مركبة ومعقدة لاعتباراتها الاجتماعية والقانونية وأيضا السياسية. الجريمة وجهت لأطراف سياسية بقصد الضغط على أشخاص سياسيين وأيضا قيادات قبلية وأيضا قيادات يعني في مختلف المناحي السياسية والاجتماعية بقصد الضغط على أهاليهم وأقاربهم لترك النشاط المناوي للحوثي، وبالتالي هذه الجريمة انتشرت وأصبحت منهجية، وبالتالي يجب مواجهتها بوفق رؤية شاملة تتبناها الحكومة الشرعية وأيضا منظمات المجتمع المدني المحلية والخارجية. يجب أن يكون لهم دور لحماية النساء في مناطق الحوثيين، كون هذه المناطق هي أكثر من يتعرض النساء فيها للاختطاف. نعم شكرا جزيلا لك عمر الحميري المحامي، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من تعز، وتنضم معنا الآن عبر سكايب الأستاذة فاطمة أبو الأسرار الباحثة السياسية من واشنطن. مساء الخير أستاذة فاطمة. مساء الخير. مساء الخير آسيا.
أهلا بك أستاذة فاطمة. إذن كل فترة وأخرى تظهر لدينا قصة باختطاف إحدى النساء من قبل الحوثيين، كيف تتابعين ذلك؟ والله مع الأسف، يعني أول شيء مساء الخير لك والضيوف الكرام، وأشكر كمان كل المتحدثين قبل شفت هذا البرنامج. نحن طبعا بنتابع عن طريق تحقيقات بيقوموا فيها الصحفيين والأخوات الناشطات في اليمن، وكمان عن طريق برنامج عن طريق شبكة التضامن النسوي اللي أنا عضوة فيها، ونحن نقوم بإصدار تقارير مختلفة من وقت لآخر عن حالة النساء، ونستنكر الاختطافات التأسفية التي تحصل. وهناك أيضا منظمات مجتمع مدني ناشطة بشكل كبير مثل رابطة أمهات المختطفين، شبكة رصد وإلى آخره. فهذه المجموعات والشخصيات المتعددة بنحاول أنه على قدر الإمكان نزيد من الوعي المجتمعي للي بيحدث، وللاعتقالات التعسفية اللي المرأة اليمنية لم تخضع لها قبل هذا. يعني في الفترة الماضية المرأة اليمنية كان لها عزتها وكرامتها وحقوقها كانت محفوظة في الدستور، وطبعا الحوار الوطني كمان حاول أن يرتقي بوضع المرأة أكثر. فكل هذا طبعا يعني كل ما تعرض له المرأة اليمنية هو شيء جديد. نعم، إذن في ظل هذا الشيء الجديد لتعرض المرأة وأيضا استخدامها بهذا الشكل رغم مكانتها الاجتماعية، برأيك ما مخاطر ذلك على القيم وعلى النسيج الاجتماعي بارتكاب كل هذه الخروقات التي لم تعتدها المرأة بتاتا؟ نعم، يعني نحن في غياب الدولة، غياب الاحترام للدستور، في غياب الكفاءات، يعني نجد انه كنا نعول على الاخلاق القبلية، على الاخلاق اليمنية، على العادات والتقاليد اليمنية اللي تحمي وتحترم المرأة وتعطيها حقها، لكن الان مع الاسف الظاهرة هذه المتزايدة في الاختطافات العشوائية تؤثر على النسيج الاجتماعي في اليمن لا شك، تخلق بيئة جديدة غير البيئة اللي نحن كنا متعودين عليها في السابق. فمع الأسف يعني نحن في مرحلة جديدة لعدم الاستقرار في اليمن، وهذه كلها تلغي التقدم والتطور والمكانة العالية التي كانت المرأة اليمنية حصلت عليها في السابق. يعني المرأة اليمنية كانت كنا بنحاول زمان إنه نقضي على التمييز العنصري للمرأة، لكن الآن أصبح في فوق التمييز العنصري أصبح أيضا هناك عنف موجه ضد المرأة، وهذا يعني بيرجعنا للخلف مع الأسف. لو تحدثنا عن التضامن الدولي لما يحدث مع المرأة اليمنية، يعني ربما تابعتي كثير من القصص التي تأتي من بعض الدول، قضية الفتاة السعودية كيف أثارت المجتمع الدولي، وكيف يعني ربما لملفات سياسية هنا أو هناك، ولكن المرأة اليمنية مغيبة تماما عما يحدث لها. هناك اختطاف، هناك تعذيب، هناك اتهام بالدعارة، هناك متاجرة بالأعضاء، وأيضا يعني ضرب للنساء في أي مسيرات سلمية يقومن بها. كل ذلك في ظل يعني صمت تام من المجتمع الدولي، لماذا؟ يعني مع الأسف أنا لا أعتقد أنه الصمت هذا متعمد على قد ما هو يعني في تهميش لهذه القضية مع الأسف. لماذا؟ التهميش حاصل لأنه التركيز كله أصبح على موضوع الحالة الإنسانية والوضع الإنساني المتردي في اليمن. فمع الأسف حقوق الإنسان أخذت مجلس، يعني أخذت دور ثانوي لموضوع موضوع المجاعة وموضوع الأمراض اللي موجودة في اليمن. وهذا مع الأسف يعني يرجع كمان لضيق، يعني لضيق رؤية المجتمع الدولي لليمن. كمان المجتمع الدولي لا يعرف من هو الحوثي، يعني عنده معرفة سطحية جدا بما هو الحوثي،
ويرى أيضا كل ما يحصل في اليمن، يعني الحرب طبعا المجتمع الدولي يحس بمسؤولية كبيرة من ناحية بيعه للأسلحة للمملكة العربية السعودية والإمارات والتي تتسبب بضحايا مدنيين، فمن هذا النوع هم يسلطون على دورهم وعلى أنه كيف أنهم يستطيعون أن يقللوا من هذه الكارثة التي هم يعتقدون أنهم مساهمين فيها. لكن بالنسبة للكوارث الأخرى الآن التي تحصل في اليمن والتي تمس المجتمع يعتبروها شيء ثانوي مع الأسف. فأعتقد التركيز هنا يعني على السعودية وعلى مثلا البنات السعوديات يدخل في ضمن هذا الإطار اللي هو التركيز التام على أن يكون هناك إثقال الملف الحقوقي للسعودية والإمارات. نعم. إذن يعني إذن هل تعتقدين أن الإعلام المحلي وأيضا المنظمات الحقوقية المحلية مقصرة في هذا الجانب، لم تستطع إيصال صوت المرأة المظلومة هناك بالشكل المطلوب؟ نعم بكل تأكيد، يعني هناك سمعنا على اختطافات نساء يعملون في المنظمات الدولية، وطبعا المنظمات الدولية لا يستطيعون أن يتحدثون عن ما يختطف منهم لأنه كمان لهم سياسات محددة في عدم التحدث عن هذه الأمور لأنها قد تضر بالمختطف، وأيضا يعني لأنه لهم برامجهم في اليمن وأحيانا يريدون أن يحصلون على تصريحات للعمل في المناطق الحوثية فيقومون بغض النظر احيانا عن بعض هذه الاختطافات ويعتبرونها شان داخلي، فهناك تقصير يحدث، وانا اعتقد انه دور المنظمات المجتمع المدني سواء في اليمن او خارج اليمن في تسليط الضوء على ما يحدث في عمل حملات او استبيانات او استنكار لما يحدث في وضع المراه اليمنيه فهو يساعد، ولكن نحن نريد ايضا من الحكومه اليمنيه ان تقوم بالمساعده وايضا ان يكون لها ايضا دورا ايجابي في حتى في المناطق الحكوميه، لاننا ايضا نسمع عن اختطافات تحصل في مناطق تحت سيطرة الحكومة وهي طبعا أقل منهجية من ما يحدث في مناطق الحوثي، ولكنها تبعث بالقلق لأنها اختطافات عصابات وإلى آخره، فنحن نريد أن نبعد عن موضوع التسويات السياسية التي تحصل، نود أن يكون هناك احترام لحقوق المرأة، طبعا نود أن يكون هناك أيضا استجابة دولية، ولكن علينا بأنفسنا وكما من الحكومة أن تبدأ بشكل كبير بمحاسبة ومعاقبة وحتى كما قال الزميل قبلي حتى أن تقوم بأحكام غيابية بحيث أنها تعطي موقف صارم من التزامها بمساندة المرأة وحقوق المرأة. نعم، إذا نبقي معنا أستاذة فاطمة قليلا، تنضم معنا الأستاذة لطيفة علي عبر الهاتف من نيويورك وهي الناشطة الحقوقية والسياسية. مساء الخير أستاذة لطيفة. أهلا، مساء الخير، يا أهلا. إذن بداية، كيف تتابعين ظاهرة اختطاف النساء من قبل الحوثيين وتزايدها في الآونة الأخيرة؟ بداية، ما الذي ممكن أن يضيفه إلى المشهد اختطاف فتاتين ياسمين وهيفا من قتامة؟ إدانة الحوثي الذي لم يتورع عن أي انتهاك أو انتهاك المقدسات، على بشاعة كل هذه الانتهاكات فإن الإدانة لا يجب أن تتوجه إلى الحوثي لأنه مدان بفعل الانقلاب. الانقلاب هو إدانة، الانتهاك هو إدانة بحد ذاته. انتهاك هذه المقدسات جميعها لا يحتاج إلى إدانة الحوثي. الذي في رأيي ما الذي يحدث أو الذي يحدث هو إدانة ليس للحوثي لكن ولا للمنظمات الحقوقية الذي هي زورا وبهتانا منسوبة إنسانيا وحقوقيا. الإدانة يجب أن تتوجه إلى من هو مناط به إدانة وحقوق أو مناط به حماية حقوق المواطنين ومناط به استرداد الدولة وحماية وحقوق هذه المواطنين. إن غياب الدولة، إنما زلنا منذ 4 سنوات وما زلنا نقول وننادي بنفس المنادى، ما الذي نتوقعه من الفكر الحوثي أن يقوم به؟ هل الانقلاب مناط به أن يقوم بإعادة أو منحنى الدولة على طبق من ذهب؟ هذا ليس، وهذا الانقلاب مدان بطبيعته، لكن الإدانة يجب أن توجه لغياب الدولة
الى المناطق فيها استبداد الدوله. هذا كل ما الذي نتوقع منه من من مننا كمواطنين بعد 4 سنوات؟ هل هذا ندان هذه المدن؟ هذا كل ما يجب ان نقوله في هذا الشان. نعم، اذا ماذا عن حادثه تعز واختطاف بنات الزراري في شرعب؟ كيف تقرأين هذه الحادثه؟ المراه وهي المقدسه الذي كان من يتجنب حتى ملامسه هذا الجانب. الحوثي يقوم بالارتكاب جرائم مركبه ليست فقط بالانتهاك، انما يبدا بتفجير المنازل، ثم يقوم باختطاف النساء، ثم يقوم بالابتزاز المادي لاعاده هؤلاء النساء الى بيوتهم. هذه الجرائم المركبه من قبل الحوثي لا تحتاج الى كما قلنا الى ادانه دوليه، انما تحتاج الى استعاده الدوله. هذه جريمة مدانة اجتماعيا، عرفيا، إنسانيا، وفي القانون الدولية. نعم، إذا هل ترين أن الصدى الدولي للمنظمات الحقوقية بقدر ما يحدث للنساء اليمنيات من انتهاكات؟ من السذاجة بمكان اعتقاد المنظمات الدولية والإنسانية والحقيقة أنها تعمل بمعزل عن المجانب السياسية. هذه المنظمات ركيزتها الأساسية فيما يبدو هو دعم الأقليات الحقوقية ومن خلال الأجندة السياسية تصفي مصلحة الدول التابعة لها. لو عادنا إلى قضية تسييس القضية الصحفي خافجي والذي قام لها المجتمع الدولي بأكمله والمجتمع الليبرالي في داخل في الغرب وعلى المستوى الولايات المتحده الحزب الديمقراطي، سيست هذه القضيه على الرغم انها فعل مدان، وهذا ليس تبريد للمملكه العربيه السعوديه، انما هو مثال صارخ لاعتبار ان القضايا الحقوقيه تتاجر سياسيا. هل هذا الجانب خفي عن او نتوقع منه من خلال هذا الجانب نتوقع نتائج مخالفه مع الحوثيين؟ بالتاكيد لا. نعم، إذا شكرا جزيلا لك لطيفة علي الناشطة الحقوقية والسياسية، كنت معنا عبر الهاتف من نيويورك. عودة أخيرة لك أستاذة فاطمة، برأيك هل هناك أي دور يمكن أن يتخذه المجتمع إزاء هذه الانتهاكات حتى من داخل مناطق سيطرة الحوثيين؟ هو مع الأسف كل ما يقام به من إما برامج توعية أو حماية النساء في مناطق الحوثيين تقع تحت المجهر، وهو يعني شيء مؤسف في الوقت الحالي. فعلى الحركة الحوثية يعني أنها تحاول أن تعطي لنفسها بعض المصداقية، لأنه لازم يعني إذا هي تريد أن تحصل على اهتمام المجتمع الدولي وأن تحصل على مصداقية المجتمع الدولي، فيجب أن تفرق ما منها بينها وبين الحركات الإرهابية التي تقوم باستغلال النساء ومعاملتهم واختطافهم ومعاملتهم بشكل قاسي. فنحن نود من الحوثيين ان يلتزموا بالسلام، انهم يرجعوا الى الحوار الوطني، وان يقوموا باحترام النساء وان يعطوهم حقهم. فهذا يعني مطلب اساسي. غير هكذا يعني عندنا بيئة جديدة وحالة جديدة، لن ترجع اليمن كما هي كانت قبل الانقلاب. مع الأسف سنكون في وضع يعني أسوأ كثير من الوضع الذي كنا فيه في السابق. إذا شكرا جزيلا لك أستاذة فاطمة أبو الأسرار الباحثة السياسية، كنت معنا عبر سكايب من واشنطن. الشكر لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لن ألتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.